الدكتور محمد الصمادي الذي نحتفل بإصداره اليوم من مواليد مدينة القصر الكبير. حصل على الإجازة في التاريخ من كلية الأدب والعلوم الإنسانية جامعة عبد الملك سعد بن سطوان، وحصل على ماستر في التاريخ وحدة المغرب والمحيط من كلية الأدب والعلوم الإنسانية فاس. الدكتور محمد الصمادي متصرف من مندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وقد حظي هذا العمل الذي نحن بصدد تقديمه، يعني الحركة الوطنية في القصر الكبير جدلية المحلي والوطني، بشرف تقديم له من طرف السيد مصطفى الكثيري مندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. وليست أهمية الرجل الكثيري أعني من مهامه الإدارية كمندوب سامي، بل هو بالإضافة إلى مهامه الرسمية يعتبر رجلا خبير الكتابة التاريخية، وخاصة الكتابة حول حركة المقاومة المغربية للاستعمار الفرنسي والإسباني في شقها السياسي والمسلح، حيث قال عن هذا الإصدار الجميل الدكتور محمد الصمادي: إنه من المحقق أن نشر هذا العمل البحثي سيثري تراكم المعرفي والرصيد التاريخي للحركة الوطنية وجيش التحرير من خلال مقاربة توثيقية لمفاصلها ودعامتها وديناميتها. وأشاطر السيد المندوب السامي في تحقيق الكتاب لهذا المقصد من جهة، وهو مقصد يبدو ثانويا فيما أظهره صاحبه من علو كعب في التحقق والعلم بكيفية الوقائع، فالبناء المنهجي والتوليفة الغنية التي اعتمدها المؤلف للإحاطة بإنجازات الحركة الوطنية بمدينة القصر الكبير ومن مداخل متنوعة عسكرية سياسية وثقافية ودبلوماسية وتنظيمية، ومن خلال جدل سماه في تأشيرة جامعة بجدلية المحل والوطني، هذه التأشيرة التي تجاوزها المؤلف الدكتور محمد الصمادي إلى جدلية الدكتور محمد الصمادي في ثنايا التفاصيل إلى الإقليمي العربي والكوني. وفي المحلي أبرز الدكتور محمد الصمادي في ثنايا التفاصيل جدلا قائما حكم ثنائيات معروفة التي حكمت تاريخنا إلى الآن، والتي أعطتها الكتابة الكولونيالية مضامين تعارضية من السهل الجبال البدو الحضر المدينة البادية. فأبان الدكتور الصمادي عن تكامل شبه طبيعي بين المدينة والبادية وتبادل الأدوار خلال المحطات التاريخية العصيبة التي عرفها المغرب، فلم ينسق في رسم التعارضات، بل أقام إحالات تكاملية جد دقيقة. ورغم ما عوزه من وثائق تهم القصر الكبير في علاقته بمجموعة من الأحداث المهمة كحرب الريف، إلا أن انفتاح البحث على مصادر جديدة ووثائق متنوعة أهله لشق الغموض القادع في هذه العتمة من التفاصيل والأحداث. واستثمر الدكتور محمد الصمادي تشكل العلاقات الشخصية بين أفراد العائلات المقيمة بحواضر المنطقة الخليفية إلى استنتاجات ذكية وملهمة. وأبان صاحبه عن حس مرهف في التقاط التدخلات والتشابكات السياسية والاقتصادية وتداخل المصالح العالمية وعلى الصعيد الدولي، شهاداتهم المباشرة واحتكاكهم اليومي مع أحداث تلك الفترة، ومؤرخ شمال المغرب كأحمد الرهوني ومحمد داود والتهامي الوزاني والعربي اللوه وغيرهم، ساهموا في صنع أحداث فترة الحماية ويعدون مسؤولين فيها الأمر الذي يعطي كتاباتهم وشهاداتهم عن الفترة المذكورة قيمة علمية أكبر. وقد استعثر اهتمام المندوبية السامية لقدماء المقاومة وأعضاء جيش التحرير بهذا الموضوع الذي يثري رصيد الذاكرة التاريخية الوطنية ويزول الغبار عن جوانب مهمة من تاريخ المنطقة الشمالية خلال فترة الاستعمار الإسباني، الأمر الذي من شأنه أن يسد الخصص المعرفي في الدراسة التاريخية التي تعاني منه منطقة مشهود لها بإدارتها الرائدة وتضحيتها الجسام. أيها السيدات والسادة، كان هذا محاولة مني لتقديم الباحثان عزيز ومحمد.